السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي خوتي خواتاتي. الفيديو هذا راح يكون دفعة واحدة يعني بدون إديتينج بدون مونتاج، لأنه الموضوع هذا شغل بالي وشغل بال كثير من الناس والكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من رواد خاصة اليوتيوب. يعني العديد من التعليقات، العديد من الحروب اللي شفتها في يعني صندوق تعليقات للعديد من اليوتيوبرز والعديد من فيديوهات اليوتيوب التي أحدثت ضجة مؤخرا بسبب ما يسمى بالتطبيع. خوتي خواتاتي، هذا الكلام موجه لل عقول لمثلي أنا. راح نتكلم بدون يعني معرفة كبيرة في السياسة، بدون معرفة كبيرة في التاريخ، راح نتكلم بلغة بسيطة مع الناس البسيطة اللي راح تفهم رسالتي يعني العميقة. المهم خوتي خواتاتي، أنا من الجزائر في عمر 22 سنة منذ ولادتي يعني سنة 1997، يعني شهر ديسمبر راح تكون يعني 23 سنة. المهم منذ ولادتي، منذ الصغر درسنا وقرأنا في المدارس أن القضية الفلسطينية هي قضية الكل وقضية كل المسلمين، ونحن نعرف أنه في قناتي قناة الحب وقناة نشر المحبة وقناة نشر الإيجابية بين الشعوب وقناة ذم الفتن، ولكن في الحالة هذه يعني رانا نتكلم على الجزء المظلوم ألا وهو فلسطين. فلسطين هذه الدولة التي تكبدت عناء الاستعمار لسنوات طويلة، وحتى الآن الشعب الفلسطيني راه متعايش مع واحد الظروف، مع واحد الشروط اللي نقولها بصريح العبارة شروط لا إنسانية. أنا مؤخرا يعني قبل قضية التطبيع كنت قد اكتشفت العديد من المداهمات يعني للجنود الإسرائيليين، الجنود اليهوديين يعني في المناطق الفلسطينية، يدخلوا يقتحموا بيوت الفلسطينيين في وسط الليل، في منتصف النهار، في يعني في كل وقت من الأوقات، ويقومون بتفتيش المنازل بحجج نوعا ما غريبة، وخاصة يعني العائلات اللي يروحوا لها عائلات ما فيهاش رجال كبار، فيها بنات فيها نساء، ما فيهاش يعني شباب في سن، يعني المشاكل جينيرالمون تأتي من مشاكل في سن. المهم بغض النظر عن كل الجهات السياسية، بغض النظر عن الجنسية تاعي أنا، بغض النظر عن الأصول تاعي أنا، بغض النظر عن كل الأمور اللي تحيط بالأتموسفير تاعي ومكان إقامتي ومكان ولادتي، القضية الفلسطينية نعرفوا عليها احنا يا وشفنا في التلفزيون وشفنا في القنوات وشفنا في وسائل التواصل الاجتماعي الجهة المظلمة والجهة المشرقة. الجهة المظلمة هي فلسطين المحتلة، أما الجهة المشرقة فهي مكان مستوطنات الدولة اليهودية، الدولة الإسرائيلية، يعني هذا الجهة الإسرائيلية التي احتلت دولة فلسطين، لأنه أنا مؤمن بأنه هناك دولة وحيدة فقط ألا وهي دولة فلسطين، التي هي في حالة اغتصاب، في حالة يعني خطف، في حالة نهب، في حالة سرقة، في حالة اقتحام، في حالة راح نقول استعمار. استعمار هي الكلمة المناسبة خوتي خواتاتي، سامحوني إن كان هناك فلسطينيين يتابعون هذا الفيديو. هذا الكلام يعني فقط لتعبير عن واحد الحقد، واحد الغضب، واحد الشعور السلبي اللي راه دخلنا احنا، أنا شخصيا داخلي أنا بسبب هذا القضية، اللي ممكن أنها كان بإمكانها أنها تكون قضية بسيطة لو كان هناك ذلك الاتحاد الذي لن يكون أنا متأكد في الوقت الحالي، ولكن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء قد يأتي بقلوب رحمة، قد يأتي بحكام قلوبهم رحيمة، سيكون الاتحاد وموجود وسيكون يعني الحق يعطى للمظلوم والظالم يعاقب أشد عقاب. منذ كنا صغار كنا نشوف يعني أن هناك العديد من الجرائم والعديد من القصف في العديد من المناطق الفلسطينية في غزة، حتى تعلمنا نردد يعني فلسطين، لأنه أصبحنا نردد بعض الشعارات يعني الفلسطينية وبعض الشعارات يعني التي يرددها الشعب الفلسطيني خلال مظاهراته وخلال خروجه إلى الشارع وخلال يعني محاولة يعني إسماع وتسميع صوته للعالم. والمشكل في كل هذا هو أن العالم سامع صرخة فلسطين، عارف ماذا يقع في فلسطين، عارفين أن هناك ناس تقتل في فلسطين، أن هناك ناس تضطهد في فلسطين، أن هناك ظلم في فلسطين، أن هناك العديد من الأمور السلبية تقع في فلسطين، ولكن العالم يبقى مكتوف الأيدي، ولا واحد من هذا الناس اللي يتكلموا عن حقوق الإنسان، ولا واحد من هذا الناس يتكلموا على الحرية، ولا واحد من الناس هذو اللي يتكلموا على حقوق المرأة يجبدوا ويأكدوا على حقوق الإنسان والمرأة والحرية في فلسطين. لماذا تبقى علامة استفهام كبيرة في أوجهنا كاملين احنا؟
احنا كشعب لا يسعنا الا الدعاء لاخواننا في فلسطين، لانه احنا كشعب ليس بيدنا التقرير وليس بيدنا القرار وليس بيدنا يعني الانترفونسيون الا وهي التصرف. احنا كشعب تحت حكام الامر وتحت ولاة الامر عفوا ليس بوسعنا القيام باي شيء، ولكن تبقى القضية الفلسطينية قضيتنا احنايا، ولابد علينا ان نعرف ان فلسطين ظلمت من طرف ما يسمى بالكيان الصهيوني او ما يسمونه الغرب باسرائيل. فلسطين ظلمت بشكل كبير، فلسطين قتلت أبناؤها، قتل أبناؤها وقتلت بناتها وقتل يعني رجالها وقتلت نسائها، فلسطين نهبت أراضيها وحرقت يعني منازل الله عز وجل في ذلك المكان. كم من صلاة جمعة قاموا باقتحامها الجنود. فلسطين صراحة كنا لما نكون نأكل، احنا نكون نأكل يعني في, 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 في أي مناسبة من المناسبات نشعل التلفزيون فبالقنوات الفلسطينية تنشر أخبار صادمة وحارقة عن الشعب الفلسطيني منذ صغرنا. ومن وراء كل هذه العمليات هي الدولة التي قامت مجموعة من الدول العربية بالتطبيع. يا أخوتي يا أخوتتي، ما يسعنا نقوله هو أنه حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله فيها خير. أنا بصفتي يعني أنا نتكلم عن نفسي، ما نتكلم عن دولتي، ما نتكلم عن شعبي، ما نتكلم على قارتي، ما نتكلم على أي ميول تاعي. أنا كزينو ام اش دي، زينو ام اش دي مهيدي محمد زين الدين، نتكلم عن نفسي، لأنه في الوقت الحالي الثقة ما بقاتش يعني في أي شيء من الأشياء، الثقة ما بقاتش في أي دولة من الدول صراحة. هذا الشيء راني نقوله نضحك، لأنه وصلنا إلى واحد الأمور اللي ما كناش نتوقع أنه رح يجي نهار وين نوصلوا لها. وصلنا إلى خيبات كبيرة جدا ما كناش نتوقع أنه رح نوصلوا لها، ولكن ما دمنا في هذه الحياة وشفنا كل الأمور اللي وقعت في سنة 2020 رح نزيد ونشوف أمور رح توقع في السنوات المقبلة، وهذا يعني مؤكد وأكيد. ممكن يكون الأمور اللي رح نشوف في صالحنا احنا كمسلمين، ولا راح تكون ضدنا. ولذلك على الإنسان لابد عليه أن يكون محضر نفسه لكل ما يمكن أن يوقع في هذه الحياة. خاوتي إخواتي، فلسطين إن شاء الله ستكون حرة إن شاء الله، والقدس إن شاء الله ستكون حرة إن شاء الله، وسنتمكن من أداء الصلوات الخمس في القدس، مسجد القدس. سنذهب مع بعض إن شاء الله أنا وكل من يتابعني إن شاء الله يا رب، ونصلي هناك الصلوات الخمس، ونقوم بالتجول في شوارع فلسطين، ونقوم بالتجول في شوارع غزة، ونقوم بالتجول مع إخواننا الفلسطينيين الذين يعني نشيطون جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وموجودون في كل بقاع العالم. في كل دول العالم موجود الفلسطيني والفلسطينية، أينما ذهب، تذهب إلى أوروبا، تذهب إلى أمريكا، أمريكا اللاتينية، أستراليا، أوقيانوسيا، آسيا، في كل مكان موجود ما يسمى بالشعب الفلسطيني. وإن شاء الله سترجع صفة الإنسان الفلسطيني والإنسان المستقل الحر، وليس في إنسان اللي جاي من دولة يعني مظلومة ودولة مضطهدة ودولة قاموا باحتقار. إن شاء الله يظهر الحق ويبطل الباطل، إن شاء الله ينصر ربي سبحانه جميع مظلوم في هذه الحياة الدنيا، إن شاء الله ربي سبحانه يهدي كل إنسان راه يمشي في الغلط وكل إنسان منافق. وخاصة كان نقطة أريد توضيحها، أن هناك مجموعة كبيرة من المشايخ في وطننا العربي يعني يتكلمون باسم الله عز وجل، ولكنهم يعني يتاجرون به في الحقيقة، ويتاجرون بلباسهم ظهورهم وطلعاتهم في التلفزيون، وهم عندهم يعني ممكن شخصية مزدوجة وحياة أخرى يعيشونها بعيدة علينا وبعيدة على وسائل الإعلام. في الأخير شكرا لكم على متابعتكم الفيديو هذا حتى الأخير. عاشت فلسطين، تحية مني إليكم من الجزائر عن زين ومشدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.